محمد تقي الدين أبلغ من العمر 16 سنة. بدأت ممارس كرة السلة وأنا عمري 5 سنوات مع فريق نادي شبيب كرة السلة صدات، واليوم أنا مع فريق أشبال صدات لكرة السلة. تمنينا نهضروا على الشاب هذا الموعود، شاب متألق إن شاء الله، يعني لاعب بوجلال محمد تقي الدين، لاعب موهوب، يعني اكتشفنا فيه ذرة من الموهبة. نحن نتمناه إن شاء الله أنه يكون في الفريق الوطني، يمثل نادي شبيبة كرة السلة ويمثل كرة السلة الجزائرية إن شاء الله في المحافل الدولية. بدايتي مع كرة السلة التي أعشقها منذ صغر، كنت أتفرج عليها في التلفزيون ببيتنا بمنطقة خميزة، وأشرف لي أمي واشترت لي أمي أول كرة سلة لما رأتني أعشق هذه الرياضة التي أرى فيها مستقبل واعد بإذن الله. أعمل وجاهد على التوفيق بين الرياضة والدراسة، وأحاول دوما على متابعة الدروس التي هي من بين الأولويات في الحياة لكي أكون ناجحا في المستقبل على تمسك بالرياضة التي أحبها كثيرا وأعشقها. فسها مش يعشقها. اولا نتمنى من عند ربي عز وجل باش يوفقوا ويرفع الرايه الوطنيه في المحافل الدوليه. وانا ان شاء الله في 2019 رحت للعمره، طفت بالعلم الجزائري في الكعبه وخبيته، اليوم راح نهديه له ان شاء الله باش يرفعوا في المحافل الدوليه. اتمنى من الله عز وجل ان اكون يوم من الايام لاعب في المنتخب الوطني لكره السله واساهم بقدر الامكان في نجاحاتي، واشكره من هذا المنبر كل ما وافق معي من قريب ومن بعيد، وخاصة قناة النهار الذي زارتنا إلى مدينة صدرات، وكذا مدربي وجميع لاعبي فريقي.